يعني يمكن النقط اللي حضرتك اتكلمت عليها المتعلقة بالتفاصيل بتاعت الصورة مش كل الناس عندها نفس دقة الملاحظة أو نفس ملاحظة التفاصيل دي، ممكن أصلا الناس ما تبقاش عارفة إيه الفرق بين، زي لو على سبيل المثال اللي حضرتك يعني ذكرته، ممكن الناس أصلا ما تبقاش عارفة إشارة المرور دي هي اللي موجودة، ما حدش بقى عارف الكلام صحيح. ده فهل في أبليكيشن أو هل في طريقة معينة بالفعل بدون ذكر الابليكيشن بعينه طبعا يعني، بس في تطبيق او في حاجة معينة زي ما الناس دلوقتي بقت بتقدر تجنريت او تعمل الصور على تليفونها في ثانية بالذكاء الاصطناعي، هل في ابليكيشنز او تطبيقات نقدر ندور عليها تبقى موجودة على التليفون نقدر نحدد بيها الصورة دي مفبركة ولا صورة حقيقية؟ طيب ده سؤال مهم جدا، اجابته ان عندنا بالفعل في تطبيقات موجودة وفي ويب سايتس موجودة. ممكن باختصار جدا ان احنا نقول مثلا هنكتب في كيورد كده في جوجل اي اي مثلا دي فيك او اي اي فيديو ديتكتور خلاص، وعندنا هيظهر ملايين من المواقع في الغالب. يعني ممكن نستخدم الادوات الخاصه بجوجل تحديدا، هي جوجل طبعا هي رقم واحد كعملاق يعني في العالم كله، بدون طبعا دخول في تفاصيل بنحط طبعا الصور او الفيديو اللي عندنا اللي احنا ممكن نكون شاكين فيه وبنبدا نغذيه في الويب سايت او في التطبيق، وهو بعد كده بيقدر يدينا نتيجه. يعني ممكن نقول طبعا ان هي ممكن تكون نتيجه دقيقه جدا، لان يعني في الغالب يعني الفيديوهات اللي ممكن نكون نشوفها في حالتنا الطبيعيه ما بتكونش معموله بدقه جامده جدا تقدر تخلي مواقع كبيره ومنصات كبيره يعني يتم الاحتيال عليها بالطريقه دي. فبالتاكيد في حاليا وممكن نقدر نستخدمه، وزي ما قلت لحضرتك ممكن جوجل اشهر حاجه نقدر نستخدم المنصه بتاعتها ونقدر من خلالها ان احنا نطلع هل الفيديو فعلا تم تركيبه ولا لا. احنا كنا لفترة من الفترات لما كنا بنشوف صورة بيتم تعديلها طبعا كنا بننبهر ازاي هذه الدقة في التعديل، وفي ناس زي ما انت قلت كده ممكن تنساق وراء هذه الصورة وتقول ان هي فعلا صورة حقيقية فتؤدي الى مشاكل سواء كانت أسرية او مشاكل بشكل عام او ان كان الشخصية شخصية عامة يعني. لكن الموضوع اول ما دخل في الفيديوهات حتى احنا مثلا ايه لما يتكتب تصريح مثلا عن فنان عن شخص مسؤول عن شخص مشهور فنقول يا جماعه انتوا سمعتوه فين ده، يقول لك يا عم ده قالوا فيديو، فاحنا نروح نشوف الفيديو نلاقيه فعلا راجل بيقول الكلام ده. دي كارثه، ده الصوت نفسه ينفع ان انا حاليا اركب صوت بنبره شخص ده اللي انا اقصده فعلا بكل التفاصيل بتاعه الصوت بتاعه؟ خلاص انا بقى معايا صوت، بقى معايا صوره، بقى معايا بعض التقنيات زي ما اتكلمنا قبل كده موضوع السبوفنج ان انا ممكن اخليه يتصل كانه اتصل من رقم حد تاني. خلاص جريمه يعني يمين شمال بتاعتك فطبعا هنا احنا بنقول ان لازم نخلي بالنا، لازم يبقى عندنا الثقافه. يعني دلوقتي حاليا مثلا لو انا شفت صوره متركبه اول حاجه هقولها ده فوتوشوب يعني. خلاص الناس بقى عندها الثقافه دي، وده صحيح. اهم نقطه ليه اهم نقطه؟ لان اوكي هو فكره الفوتوشوب نفسها هي فكره مهمه وفكره يعني رائده فعلا بتساعدنا وتقدر تقدم لنا اضافات كتير، بس الاهم ان انا فاهم ان ممكن يتم استخدامها بشكل خاطئ. هنا برضو بنقول هي الفكره مهمه جدا، الاي اي مهم جدا جدا جدا، ولكن ممكن يتم استخدامه بشكل خاطئ. فكره ابراز التضاد دايما بيعلي من قيمه الحاجه وبيقدر يفيدها يعني. فنقطة كمان برضو عايز اقول عليها وهي فكره الذكاء الاصطناعي الناس ما تخافش منه. احنا لازم نفهم الناس ان الذكاء الاصطناعي هو حاجه جميله جدا، ولكن زي ما احنا عارفين السكينه ممكن تقتل بيها وممكن تقدر تستخدم استخدام كويس عن طريق السكينه. فهنا بنقول ان عندنا مثلا الذكاء الاصطناعي ممكن يفيدك في الترجمه، ممكن يفيدك في تحليل البيانات، ممكن يفيدك على مستوى مثلا انك تقفل ثغره معينه مثلا لو بنتكلم ويب سايت كبير ممكن يكون بيقدم خدمات تقدر تحلل كل الثغرات الموجوده عليه، بيدخل مثلا في التيلي ميديسن حاليا بيدخل في كل الاستخدامات، بيدخل صحيح. في الفضاء، بيدخل في كل حاجه. فدايما يا جماعه نحاول ناخد الجانب كويس ونحاول برضه نفهم ايه المخاطر بتاعته بحيث ان احنا نقدر يعني نستغل الاستغلال الامثل يعني. من ضمن كمان الحاجات الخطيره يمكن اللي تابعناها حتى في افلام، بس احنا دلوقتي الافلام بالنسبه لنا ما بقتش خيال علمي، بجد بقت بتحصل على ارض الواقع. صحيح. استخدام احنا كل حاجه دلوقتي بقت في حياتنا بالفيس اي دي او ببصمه الوش. صحيح. هل الذكاء الاصطناعي وصل لفكره انه فبركه هذه البصمه؟ لان احنا كل حاجه عندنا بقت يعني الموبايل والبيت والابواب بقت في حاجات كتير جدا بصمه الوجه. حاليا موضوع بصمه الوجه هو يعني يمكن اكتر من شفاف كاب دون ذكر اسامي كان ليها تعقيب على الجزئيه دي ان هم دايما بيستخدموا موضوع العين واتساع العين وان كل عين وكل وجه له بصمه محدده،
ولكن لا، في ناس قدرت ان هي تسكيب للجزئيه دي بتاعت السكيورتي دي، والكلام ده موجود وموجود بابحاث يعني، حتى وان كانت الشركات دي دايما بتقول لا وانا عندي السيفتي 100%، كل الكلام ده خطا طبعا، لان يمكن تجاوز ده بعض الحال. طبعا مش عايزين نقول لان ده ممكن يعني يبقى يتم استخدامه بشكل خاطئ، ولكن موجود ابحاث قدرت ان هي تتخطى القصه دي، وللاسف الموضوع ده افيلبل موجود حاليا. احنا كمان عندنا مشكله كبيره جدا، انه مع زياده عدد الباحثين عن الترند بدانا نشوف فيديوهات مفبركه كتير جدا. يمكن من هذه الفيديوهات كمان صوره العاصفه اللي ضربت الامارات من يومين، بدانا نشوف شكل، لا في حاجه مش طبيعيه في ده. كنا برضو بنشوف في بعض الاوقات صوره لسفينه كبيره قوي مثلا في المحيطات وبتتلاطم الامواج، فمرعب شويه. فالناس، بعض الناس ممكن تستخدم هذه الفيديوهات لمجرد فقط ان هي يكون في ريتش، يكون في ترند مثلا، تصنع ترند او كده. صحيح صحيح. طيب احنا بس عايزين نفهم الناس كم كونسبت كده، المواطن اللي بيتفرج علينا وهو مش فاهم مثلا صناعه الفيديوهات. احنا في حاجه اسمها كروما، نبدا بيها الاول. الكروما يا جماعه ممكن تبقى ستاره خضراء كده، وبيتم مثلا تبديل الستاره الخضراء دي في حاجات تانية كتير جدا. كل الكلام ده موجود برضو في تعديل الفيديوهات. عندنا الواقع المعزز، ممكن واحنا قاعدين كده الواقع المعزز يخليك ان مثلا تلاقي دب معدي، تلاقي اسد معدي، حضرتك هتصدق لان حضرتك شايف الحاجه دي. في طبعا حاجات ثالثه اسمها هولوجرام. هولوجرام تقدر من خلاله انك برضو يعني يبقى في نوع من انواع التعديلات على الصور وعلى الفيديوهات بشكل مخيف جدا، وكان في ناس معانا، وكان في حاجات تانية ممكن تكون يعني موجوده. كل الحاجات دي برضو من ضمنها اللي تم استخدامها في موضوع المترو زي ما اتكلمنا. بنتكلم في حاجات كتير جدا ممكن تكون موجوده. الواقع الافتراضي انك خلاص اتعزلت، موضوع بقى الميتافيرس والحاجات اللي احنا هنشوفها الفتره القادمه. فبنتكلم هنا ان في اشكال كتير جدا ممكن من خلالها يتم استهداف ترند خلاص، ويتم فكره ان انا خلاص بقى انا عايز اعمل حاجه جامده جدا واكسب بيها يعني نظر الناس. فبالتاكيد هنا احنا بنقول يا جماعه خلوا بالكم، اي حاجه تبصوا عليها الف بين شك في اي حاجه، حط الشك دايما رقم واحد، حطيته هتأمن من غدر الاي اي. صحيح. وبما يعني بما اننا كمان عندنا الطرق اللي نقدر نتاكد بيها من صحه اللي بنشوفه، فليه لا؟